محمد اسماعيل، مركز ابحاث النخيل والتمور تابع لوزاره الزراعه والمياه، حاليا مدير مدينه الملك عبد الله للتمور تابع لامانه الاحساء، والمشرف على مختبرات الجوده واختبارات جوده التمور. الان عندنا مجموعه كثيره من العاملات في مختبر الجوده، قمنا بتدريبهم بالتعاون مع منظمه الاغذيه الفاو في مركز ابحاث النخيل والتمور، وعمل دورات مكثفه، دورات تدريبيه متخصصه في مجال فحص التمور وتحديد جودتها. كانت دورات مركزه ومكثفه، اشرف على وضع البرنامج دكاتره واساتذه من منظمه الفاو، وعقد الدورة تم في مركز أبحاث النخيل والتمور.